لأول مرة وائل جمعة يخرج عن صمته ويعلق على فيديو المنتخب. تعليق ناري وساخر من ساديو ماني عن محمد صلاح ومنتخب مصر. السلام عليكم وهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب محمد صلاح ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المحبين للنجم المصري. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. تعليق الناري وساخر من ساديو ماني عن محمد صلاح ومنتخب مصر. تحدث جاريث بايلي سفير إنجلترا في مصر عن جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، مؤكدا أنه فريق خطير ولا مثيل له في قارة إفريقيا. وقال جاريث بايلي في تصريحات تلفزيونية بفضائية الأهلي عبر برنامج السادسة: لا يوجد أحد لا ينبهر بمحمد صلاح، هو الملك المصري وسفير ليس لكرة القدم فقط بل وسفيرا للإسلام. وأضاف: كما أنه يمتلك مهارات عظيمة والمشجعون يقلدونه وهو نموذج للإسلام والشباب. وتابع: يوجد محمد النني ومحمود تريزيجيه في الدوري الإنجليزي، وفق الإحصائيات الأخيرة أظن أن الجماهير المصرية من ضمن الأكثر مشاهدة للدوري الإنجليزي. وأردف: محمد صلاح ساحر وهو أفضل لاعب في العالم، هل هناك أفضل منه؟ حصل على ألقاب أفضل لاعب في إفريقيا وثالث أفضل لاعب في العالم، هذه ألقاب رسمية للملك المصري. وواصل: البعض يتحدث عن إمكانية رحيل صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة، السفير الإسباني سيكون سعيدا بذلك وهو صديقي، ولكن لا أظن أن هناك مقارنة بين الدوري الإنجليزي أو دوري آخر، هو حر إذا أراد أن يرحل، ولكن هو أصبح جزءا من ليفربول. إدت عن تصريح الحرب: لم أكن أعلم أننا سنواجه مصر وسنلعب أمام أحد أعظم لاعبي القارة. فسر صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني تصريحاته مع لاعبي منتخب بلاده قبل مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا. وكان إيتو لاعب الكاميرون السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي قد اجتمع مع اللاعبين وحفزهم قبل مباراة نصف النهائي أمام مصر، واصفا المواجهة بالحرب. وقال إيتو خلال فيديو بمقر الاتحاد الكاميروني عرضته قناة أون تايم سبورتس: حين كنت أتحدث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن وقتها نعلم منافسنا القادم وضد من سنلعب بين مصر والمغرب. وأضاف: الهدف من التصريحات لم يكن إهانة أو أي شيء، لكنه كان ببساطة تحفيزا لمنتخب الكاميرون. وتابع: يمكنني القول أنه بالنسبة لبلد الكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لكي تقدم هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا، فإنها تريد الذهاب لأبعد نقطة ممكنة. وأتم: سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في هذه القارة والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ القارة محمد صلاح، ولكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنفوز بكأس أمم أفريقيا. ويلتقي منتخب مصر مع الكاميرون مساء يوم الخميس في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن الفائز بين مباراة مصر والكاميرون سيواجه السنغال في المباراة النهائية من البطولة يوم الأحد المقبل. لاعبو الكاميرون يتوجهون بطلب إلى إيتو. توجه لاعبو منتخب الكاميرون بطلب لرئيس الاتحاد صامويل إيتو قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب مصر في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021. وتستعد الكاميرون لمواجهة مصر يوم الخميس المقبل في الدور نصف النهائي، حيث تأهلت الأولى على حساب غامبيا والثانية على حساب المغرب. وطلب لاعبو الكاميرون إيتو بالتورع بمكافأة التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس أمم أفريقيا لضحايا التدافع المميت في ملعب أولمبيا. لقي 8 مشجعين مصرعهم وأصيب 38 آخرون، 7 منهم إصاباتهم خطيرة في حادث تصادم خارج المدخل الجنوبي للملعب قبل فوز الكاميرون في دور 16 على جزر القمر. يتلقى كل لاعب من الكاميرون 85,000 دولار أي 63 جنيه استرليني مقابل بلوغ أدوار خروج المغلوب في البطولة. وقال المتحدث باسم الفريق سيرج ليفولوجي فول شبكة إس بي أن: طلبت الأسود التي لا تقهر من رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو أن تمنح مكافآتهم البالغة 50 مليون فرنك أفريقي أي 35,000 دولار لتأهلهم لدور 16 في كأس أمم أفريقيا لضحايا التدافع الذي حدث في أولمبي يوم 24 يناير. وأضاف: تم تقديم الطلب بعد مباراة ربع النهائي ضد غامبيا في دوالا يوم 26 يناير. وبالطبع وافق إيتو: الأمر متروك للاعبين فيما يفعلونه بأموالهم. وكرست الكاميرون فوزها في ربع النهائي 2-0 يوم السبت على غامبيا لضحايا الكارثة،
وسيعود مضيفو البطولة الآن إلى أولمبي لمواجهة مصر في مباراة النصف النهائي يوم الخميس. وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الأحد أنه بعد الاستماع إلى أسباب وظروف التدافع تلقوا التأكيدات اللازمة لتطبيق تدابير سلامة إضافية. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد سحب في وقت سابق مباراة ربع النهائي المقررة على الاستاد الذي يتسع لـ60 ألف متفرج الواقع على مشارف العاصمة ياوندي ونقله لملعب آخر. وأعلن رئيس الكاميرون بولبيا الثلاثاء الماضي أن الحكومة ستبدأ تحقيقها الخاص في أسباب الكارثة مع مشاركة وزير الرياضة في البلاد نارسيس مويلا ومشاركة بعض تفاصيل النتائج التي توصلوا إليها يوم الجمعة. وقال كومبي لصحفيين: التدفق الهائل والمتأخر من المشجعين والمتفرجين تسبب في الزحام بحسب نتائج الحكومة، وأن الباب عند المدخل الجنوبي أغلقته الشرطة مؤقتا في مواجهة موجة من المتفرجين بينما كانت الأبواب الأخرى تعمل. وأضاف: القوات الأمنية تراجعت بعد ذلك بشكل متهور في فتح البوابة عند المدخل الجنوبي. تم تحديد ساعة ملعب أولمبي بنسبة 80%، أي 48 ألف متفرج لمباراة الكاميرون خلال المنافسة في ضوء جائحة فيروس كورونا مع فرض قيود من أجل الحد من انتشار الفيروس. أقرب تريس موتسيب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة إجراء تغييرات لتجنب التكرار في أولمبيا، وأوضح ثقته الكاميرا في الحكومة الكاميرونية والهيئات المنظمة لضمان السلام خلال الفترة المتبقية من البطولة. وقال: لدي واجب أساسي كرئيس الكاف لضمان أن المرافق والبنى التحتية والسلامة في الملاعب تتماشى مع المعايير في جميع أنحاء العالم. لا يمكننا القول أن أفريقيا أقل من المعايير العالمية سواء كان الأمر يتعلق بالسلامة أو الأمن والأمان. علينا التأكد من أننا نتماشى مع أوروبا والعالم. ميلنر بعض أهداف محمد صلاح تجعلك تقف وتصفق. أسهب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح، وأوضح أن بعض الأهداف التي يسجلها المصري تصيبه بالذهول. وأحرز صلاح العديد من الأهداف الساحرة هذا الموسم كجزء من رصيده المذهل الذي وصل إلى 23 هدفاً قبل مغادرته للمشاركة مع منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل من الوارد عدم تجديد ليفربول تعاقده مع محمد صلاح؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.